صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا من ذبحت من القفايا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. يا غائبا طال ان تضار محبه لظهوره وخصومه تؤذيه، عجل فديتك فالمصائب جمة منها كتمنا ضعف ما يا نبديه. أنسيت جدك وهو يقتل ظاميا؟ أنسيت جدك وهو يقتل ظاميا جنب الفرات وعز من يسقيه؟ أنسيت ما بين الخيام عقائلا يؤذيك ما لاقين أن أرويه؟ أمست ولا مأوى لها بين العدا. الله يساعد زينب مولاتي. هذا الشاعر يقول: زينب من ذاك العظمة إلى أن بقيت في الصحراء وحيدة حتى مأوى لها ما في أبدا والله. أمست ولا مأوى لها بين العدا، ودموع والدمع من أجفانها تذريه. أمست وأمس الشمر يؤلم كتفها، يا ضربا ويشتم حيدرا، يا وبنيه. وزينب تنادي: ينهار جسم من الحزن يا ناس، ينهار ينهار او دمع العين على الوجنات، ينهار عسى انك لا تجي يا ريت، ينهار ينهار الشمس وعدها تتفرج علي، يا الشمس وعدها تتفرج، يا علي. هذا موقف إلى زينب. بالله عليك من هنا ترى أن مأساة زينب، المرأة إذا كانت في مصيبة دائما تحتاج إلى عنصرين يكونون إلى جانبها. الأول هي أمها، ولهذا زينب لما رأت نفسها، لما رأت نفسها يا وحيدة نادت أمها فاطمة: والله يم الحسين، يم تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي، والله يم حال الغريب بغير توالي، يم تو نعرف تعز ودلالي،
يقول كأنما الزهراء تجاوبها شو تقول لها؟ تقولها والله أنا يمج أنا يمج يا يمه مو بعيدة مو بعيدة يا وشفت حسين من حزاء يا وريد. العنصر الثاني رأته في عالم المنام لما أخذتها غفوة يقال الراوي أو يقول رأت زينب رجلا ملثما جاء من جهة النجف. يقول زينب صرخت قالت يا هذا أيها الفارس إن جئت أن تقتلوا حمانا فقد قتلوه وإن جئت أن تضرب النساء فقد ضربوهن. وبعد يقول وإذا بالفارس رمى بنفسه من على الجواد وجاء واحتضن زينب إلى صدري. قال لها زينب أما تعرفيني من أنا؟ قالت لا والله من أنت أيها الفارس؟ قال لها زينب أنا أبوك علي. يقول لما سمع الزينب هذا علي اتقل ابويا علي اللي الهوايات او دارت علي الزلم والخيل يا او دارت علي الزلم يا ام والخيل. إنا لله وإنا إليه راجعون لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لو رجعنا إلى التاريخ نجد أن التاريخ يحتوي على أحداث ومناسبات لهذه الأحداث ولهذه المناسبات شأنية عظيمة. من هذه الأحداث ومن هذه المناسبات زمن طويل لعله يصل إلى أكثر من 1000 سنة. يعني مثلا لما تجي إلى عام الفيل وقضية الفيل، قضية الفيل قضية معروفة حتى أصبحت من الواضحات بل من البديهيات. أي إنسان اليوم تسأل عن قضية الفيل وموضوع الفيل وحادثة الفيل تشوفه يتكلم وياك بكل طلاقة وبكل حفظية. لماذا؟ لأن عام الفيل وقضية الفيل قد مرت على كل العقول. قضية الفيل أن هناك رجل اسمه أبرهة جاء لهدم الكعبة، الله أرسل عليه ماذا؟ طيرا أبابيل ترميه بمن؟ بحجارة من سجيل. طبعا الموضوع مولانا مو موضوع طير ولا موضوع أنه حجرة، لا، أن الثمرة هنا الإعجاز الإلهي. وإلا تعال أنت جيش كامل يباد بطير أبابيل وحجارات ثلاثة واحدة تحملها على بالرجل اليمنى واليسرى والمنقار، مستحيل مولانا. يعني الجيش يباد، يعني الجيش في ذاك الزمان كاليوم من أقوى الجيوش، وإلا أنه يباد عن طريق طير؟ لا مولانا، إنما هناك ماذا؟ هناك إعجاز إلهي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم العالم مهما تصل بالتطور الإعجاز الإلهي ماذا ينفي ذلك التطور بأبسط الوسائل، ألا وهي ماذا؟ طير وحجارة من سجيل. لما صارت قضية الفيل أصبح عام الفيل هو عام للتاريخ وعام كان العرب ماذا يؤرخون في ذلك العام. مثلا يقولون فلان قد جاء ماذا قبل عام الفيل، وفلان جاء ماذا في عام الفيل، وفلان جاء بعد عام الفيل. ومن هنا نحن نقول أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى؟ في عام الفيل. يعني حتى إحنا إلى يومنا هذا نؤرخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعام الفيل.
إذن هذا ماذا؟ هذا حدث، التاريخ احتفظ بهذا الحدث لأن هذا حدث له شأنية كبيرة. هذا واحد. لما تجي مثلا إلى التاريخ تجد أن هناك حدث عظيم ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي هاجر من مكة إلى المدينة بعد ماذا؟ بعد 10 سنوات بدعواه ثم خرج من مكة. اليوم الهجرة، هجرة النبي معروفة. متى ما سألت أي شخص ما معنى الهجرة يقول أن النبي هاجر من مكة إلمن إلى المدينة. حتى أن من كثرة أهمية موضوع الهجرة قام الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين وأرخ العام الهجري على هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عرف الآن أنه مثلا 1400 وكذا هجريا في قبال ماذا؟ في قبال ميلاديا. إذن هذا حدث عظيم معروف ولهذا له شأنية كبيرة. أنت اليوم تجي إلى شخصية معروفة كشخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تجد أنه صحيح مولانا مئات الفضائل ومئات الخصوصيات لعلي بن أبي طالب، ولكن هناك خصوصية بارزة ألا وهي أن ولادة الإمام وين؟ في داخل الكعبة. يعني لما تنظر إلى هذا الحدث تجد بأنه حدث عظيم، امرأة دخلت من جدار وخرجت من باب تحمل رجل، هذا الرجل أصبح أعظم رجل من بعد رسول الله. طب لاحظ القضية شلون؟ يعني أنت الأمرأة مولانا أمرأة خالية ضعيفة دخلت من جدار خرجت من باب بعد تحمل طفل، هذا الطفل أصبح كبير أصبح أعظم رجل من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حدث عظيم. ولهذا قبل أيام واحد من الشباب ذكر لي موضوع بأنه واحد شخص في إحدى القنوات أثار شبهة مولانا، أثار شبهة. الشبهة ما هي؟ الشبهة يقول بأنه لا مفضلية لعلي بن أبي طالب بولادته في الكعبة. ليش يا أخي؟ طبعا قبل هذه أثاروا قضية، قالوا لأنه ليس بغريب هناك من سبق علي بولادته في الكعبة. من هو؟ عقيل. يا عقيل ما نعرفه. فباءت قضيتهم هاي بالفشل وانتهت. بعدين اجوا بقضية اخرى. ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا مفضلية لعلي بن أبي طالب لأنه ولد في الكعبة، وأنتم كشيعة مسوينها فد هوسة مولانا، ها، والجدار الجدار والكعبة الكعبة، وعلي بن أبي طالب ولد في الكعبة فد قحط. يا بشلون؟ قالوا علي بن أبي طالب وين الولد؟ قلنا لهم في الكعبة. قالوا الكعبة شنو كان فيها؟ قلنا لهم أصنام. قالوا يعني الولد يم الأصنام، شنو المفضلية بها؟ طبعا هذه أولا هذا الكلام ما صدر إلا من رجل ناصب، يعني 100% يريد أن يهدم شخصية كاملة. هذا واحد. اثنين، العلماء هنا في الدفاع مولانا، علماءنا في الدفاع. العلماء ردوا على هذا الإنسان. إيش قالوا له؟ قالوا له تعال خل نسألك سؤال وانت جاوبنا. قالوا له لما النبي في مكة عندما كان يصلي النبي؟ قال نعم. وين كان يصلي؟ القبلة القدس مولانا، صحيح ولا؟ زين. لما سافر وهاجر إلى المدينة بقي فترة من الزمن يصلي وين؟ إلى القدس. الله سبحانه وتعالى متى أمر النبي أن يتوجه إلى الكعبة؟ أمره وهو في المدينة. يعني ماذا؟ يعني الكعبة بعد ما مطهرة من الأصنام. يصير مولانا الله يأمر نبي يتوجه إلى كعبة كل أصنام؟ ها؟ هي عبادة. تعرف شنو عبادة مولانا؟ يعني ركوع وسجود مو وتشهد. هذا كل الأمور. متى توجه النبي؟ النبي ما توجه إلى الكعبة وهي طاهرة من الأصنام. كان بها 360 صنم وفي داخلها أصنام، وبعد والنبي في المدينة توجه. الله أمره ماذا؟ أن يتوجه إلى الكعبة. أيجوز مولانا إذا على قصد هذا الإنسان، على كلام هذا الإنسان
السفيع عندما يقول أن هناك أصنام ولا مفخرة لعلي، كذلك لا مفخرة لرسول الله، أنه توجه ماذا إلى الكعبة وصلى وأصبحت قبلة للمسلمين وهي ماذا؟ وهي تحتوي على أصنام. إذن القضية مولانا مو هذه القضية، القضية ليس هذه القضية. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولد في الكعبة حتى أصبح أول مولود يولد في الكعبة، وأول شخص طهر الكعبة، وأول شخص مات وهو متوجه وين؟ إلى الكعبة. ولدتك في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. زين، من الأحداث والمناسبات التي ذكرها لنا التاريخ هي قضية عاشوراء. عاشوراء التاريخ يقول هي أعظم مناسبة وأعظم حدث مر علي. التاريخ يقول، ليس أنا، التاريخ يقول أن قضية عاشوراء هي أعظم قضية مرت علي. وحقيقة إلى اليوم عاشوراء مولانا هي أعظم قضية وإلى يوم القيامة. ليش مولانا أعظم قضية؟ هسه يجينا واحد يقول يعني ضربت على ابن أبي طالب مولانا عاشوراء أعظم من عدها؟ السؤال يطرح لو ما يطرح؟ يطرح. زين، هذا واحد. وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني عاشوراء أعظم؟ أقول لك مولانا أعظم، أعظم مولانا. شون أعظم؟ عندك دليل؟ إيه مولانا عندي دليل. الدليل شلون؟ اتباوع للدليل. احنا عندنا خمسة، طبعا هذا الدليل من مولانا مو من عندي، هذا من الامام الصادق سلام الله عليه. الامام الصادق سئل نفس السؤال هذا، سبحان الله، نفس السؤال واجاب هذا الجواب. ماذا قال؟ قال للسائل انه اصحاب الكساء كم؟ قال خمسة. قال هؤلاء اعظم الخلق. زين، لما توفى رسول الله من بقي؟ بقي أربعة: الزهراء، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين. الأمة بقت ماذا؟ بقت عندها مواساة وتسلية بهؤلاء الأربعة. يعني ماذا؟ يعني مصيبة رسول الله تخففت بوجود هؤلاء الأربعة. لما توفت الزهراء سلام الله عليها بذلك الحدث العظيم، من بقي؟ بقي عندنا ثلاث كواكب. الأمة تواست بهؤلاء، بهذه الكواكب. الأمة هدأ ألمها بهؤلاء الكواكب. لما توفى واستشهد الإمام أمير المؤمنين، عندنا بعد ماذا؟ الحسن والحسين. لما دس السم إلى الإمام الحسن عليه السلام، بقي عندنا الحسين. الحسين أصبح جامع لهؤلاء الجميع، الحسين أصبح جامع لأهل الكساء. يعني الحسين هو رسول الله، وهو الزهراء، وهو علي بن أبي طالب، وهو الحسن، وهو الحسين. لاحظ العبارة. فلما وقع في كربلاء وقتل في كربلاء، من الذي مات؟ من الذي استشهد؟ رسول الله وعلي بن أبي طالب والزهراء والحسن والحسين، مو شخصية واحدة. النبي لما مات، مات النبي مولانا، النبي علي بن أبي طالب باقي، الزهراء باقي، الحسن والحسين باقيين. ولما مات علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مات، مو الحسن والحسين. ولكن لما استشهد الحسين استشهدوا ماذا؟ الخمسة جميعا، كلهم تمثلوا وين؟ في الحسين عليه السلام. ولهذا يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه أن قضية الحسين عاشوراء هي أعظم حدث في التاريخ. ومن هنا أنا هواي اليوم عندي أسئلة تدور حتى عند الموالين مولانا، راح أجاوب عليها كثير من الأمور. زين، أعظم حدث في التاريخ وهو عاشوراء، أهل البيت سلام الله عليهم ينادون عاشوراء. زين،
السؤال هنا كيف أتفاعل مع عاشوراء؟ أنا شلون أتفاعل مع قضية عاشوراء حتى أكون ماذا؟ أكون من المتفاعلين بقضية عاشوراء. طبعا هذا التفاعل يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أهل خبرة. أنا مو أبو خبرة. أهل الخبرة من هم؟ محمد وآل محمد. ومن هنا يجب علي الرجوع لأهل البيت حتى ماذا؟ يعلموني كيف أتفاعل مع عاشوراء. طبعا إذا رجعنا لأهل البيت سلام الله عليهم نجد أن أهل البيت كلهم ركزوا على قضية الحسين، كلهم ركزوا على مصيبة الحسين، كلهم ركزوا ماذا؟ على الحسين. لما تجي مثلا إلى قضية البكاء، قضية البكاء، الإمام الصادق من هو أبوه؟ الإمام الباقر، صحيح ولا؟ الإمام الصادق أبوه الباقر. الباقر مات مولانا على فراشه أم مات مسمومة؟ مسموم. زين جد يا هو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مات مضروب على هامته ولا؟ الأولى بالصادق عليه السلام ماذا؟ أن يصل، يعني لو أن الصادق في وقته صنع عزاء للإمام الباقر أكو واحد يلومه؟ لا ما حد يلومه. ليش؟ مولانا إمام معصوم حجة الله مسموم. لو أن الإمام الصادق قام وصنع عزاء إلى الزهراء، صنع عزاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، أكو واحد يلومه مولانا؟ ليش؟ لأنه علي بن أبي طالب ما خرج من الدنيا إلا مضروب ماذا؟ على هامته شهيد. ولكن نجد أن الصادق عليه السلام ماذا قال؟ قال من بكى أو تباكى على جدي الحسين ضمنت له الجنة. هذا واحد. بعد ماذا؟ كان يبدأ بالعزاء ما صنع، اسمع اسمع الكلام من عندي، ما صنع عزاء إلا وكان العزاء للحسين عليه السلام. لما كان يدخل عليه ناعي يقول له الإمام مبادرا أيها الناعي أتحفظ نعي على الحسين؟ قال نعم. ضرب الستار بينه وبين النساء، قال اقرأ لي عن جدي الحسين. إمامنا الرضا سلام الله عليه، إمامنا الرضا خب الأولى أن يصنع العزاء لمن مولانا؟ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر حجة الله خرج من الدنيا مسموم، خلص قضية نصف عمره في السجون، قضى نصف عمره في السجون. الأولى أن يصنع العزاء لمن مولاي؟ للإمام موسى بن جعفر. ولكن لما كان يدخل محرم وما صنع، اسمع اسمع الكلام، وما صنع عزاء الإمام الرضا إلا وقد كان لمن؟ إلى الحسين سلام الله عليه. حتى كان يقول لدعبل، يقول لفلان، يقول لفلان اقرأوا لي قصائد عن جدي الحسين. إذن ماذا؟ إذن أهل البيت كانوا يشجعون على البكاء للحسين سلام الله عليه. هذا واحد. تعال إلى القضية الأخرى. اليوم نحن نعلم بالفقه الجعفري وحتى بالإسلام مولانا، هذا قضية إسلامية، يعني عندي عشرات الأدلة من كتب الغير، أن السجود لا يكون إلا على الأرض وما أنبتت، وأنه ماذا؟ ومن الزرع الغير مأكول، الأشجار أو الزرع الغير مأكول. خلينا على الأرض. الرواية تقول النبي ماذا قال؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني ماذا؟ يعني اليوم إذا تسأل أي فقيه، لو تروح مثلا للإمام الصادق تقول له يا مولاي يا ابن رسول الله أنا قاعد وجبت لي فد ترابات، تراب مولانا، جبت تراب خليته وكبرت وصليت وسجدت على هذا التراب، صلاته صحيحة؟ ايش راح يقول لك؟ يقول صلاتك صحيحة. ليش؟ لأنه السجود على الأرض وما أنبتت. ولكن لما أقول للإمام الصادق سيدي أنصحني علي من أسجد، ماذا قال؟ على تربة كربلاء. ليش مولانا؟ قال اسمع اسمع، قال ماذا؟ لأن تربة كربلاء قطعة أهديت من الله للحسين سلام الله عليه، وهي من أرض الجنة. عجيب، النجف قريبة مولاي علي، النجف قريبة،
يا اللي مدفون فيها في النجف، علي بن ابي طالب مولاي، علي بن ابي طالب اللي باعتراف اهل البيت هو افضل الكل. سبحان الله، الامام الصادق ماذا يقول؟ يقول السجود، ها، يستحب السجود على تربة ماذا؟ على تربة قبر الحسين. هذا فد واحد يوم من الايام فرنسي، هذا الفرنسي مولانا راح الى ايران، اسمع القضية، راح الى ايران، ينقلها كبار العلماء، يقول لما راح لإيران دخل على الشاه، رجال فرنسي وجنسيته فرنسية من زمان، محترمين الناس، يقول دخل وين؟ دخل على الشاه. لما دخل على الشاه قال له أيها الملك، أيها الحاكم، أنتم معجبيننا، شو أنتم دوختوا روسنا، عورتوا روسنا، عندنا أهل البيت يعرفون الغيب، عندنا أهل البيت ها عندهم فد علم لدني، مو انا اعرف كل شيء هسه. قال له انت تعرف؟ قال له كل شيء اعرف هسه، شو يخطر في بالك اعرفه؟ قال له فاني اللي ما يعني انا مو اقل من عندهم، فانتم ليش تعورون روسنا باهل البيت و12 امام وحجه وكذا؟ يقول فدخل الشاه للبيت مالته، جاب له فد تفاح حضمها مولاي، قال له هسه انا دخلت للبيت واجيت بشي، شنو؟ قال التفاحة حمراء ضامن انا، طلعها تفاحة مولانا ما يريد لك كافلان بعد. قال له زين. يقول دخل اتكلم ما يزوج تفت كلام وانطلع زوج تفت شيء وطلع. قال له عم انطلعت لا زوج تفت شيء انا. قال له ايه انطلعت كذا وكذا وكذا وقلت له كذا وكذا وكذا. قال له طرقع على راسك بعد شو اسوي لك انا؟ ماكو بعد الا اللي جوا وين مولانا؟ ها للعلماء. وين نروح بعد مولانا؟ وين نروح للعلماء؟ يقول الشاه قال تعالوا ردوا على هذا الرجال، هذا الرجال يقول لكم عما نعرف كل شيء، شوفوا لنا شاره وياه، انتم مو علماء شوفوا شاره وياه. يقول اجوا العلماء من ضمنهم يا مولانا، من ضمنهم الفيض الكاشاني، فيض الكاشاني صام ايده من طلع من هله، ها هجم سكر ايده مولانا من طلع من هله. علماء يقولوا له عم شنو اللي بيدك؟ قال عم اقول خلاص. يقول دخله ولقوا الفرنسي، يقول اول عالم سئله يقول ورس نسوي معادله مولانا، قال كذا كذا كذا، قال صحيح والله. الثاني الثالث الرابع، ويقول وصل للفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني قال انا عندي بس سؤال واحد، قال اللي بايدي شنو؟ اكو شيء بايدي ضمه؟ ها شنو هذا الشيء؟ يقول هذا سوى معادله وعرق وذب المعادله وطلع ورقه ثانيه، طلع كتب معادله ثانيه ذبها مولا، جاء معادلة ثالثة رابعة خمس، ذب القلم داخل الفيض الكاشاني، قال له ها ما تعرف؟ قال لا 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 العفو 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 سيدنا، شو ما أعرف أنا؟ قال أقسم بذات الله أعرف اللي بإيدك شنو، بس أنا دايخ هذا اللي بإيدك شلون وصل لك؟ بس بدي أعرف هاي. قال له شلون؟ قال له هذا الشيء أصلا مو من الدنيا، هذا الشيء أصلا مو من الدنيا، شلون وصل لك إلى يعني شلون رحت وجبته واجيت؟ قال له شنو؟ يقول الفيض الكاشان الضحك، قال نعم هذه تربة من الحسين، وهي من قبر الحسين، وفي الروايات أن قبر أن تراب كربلاء قطعة من مولانا من الجنة هداها الله للحسين سلام الله عليه. فالإمام سلام الله عليه ماذا يقول إمامنا الصادق؟ يقول السجود عليه من؟ ها يستحب السجود على تراب الحسين، على تراب كربلاء. هذا واحد. التسبيح مولاي تسبيح الزهراء، الآن تروح تسأل أي عالم قل لي أبا أرد أسبح بيدي، قالك سبح مولاي، أنت عندك عدد طبق. وبعد يا أبا بسبح نايلون، قال خلاص سوي سبح نايلون مولانا الأفضل، قالك إمامك الصادق يقول ماذا؟ أن تكون السبحة من طين من قبر الحسين سلام الله عليه. إذن التركيز وين؟ على قضية الحسين. هذا واحد. أنت شايف احترام 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 ها احترام أهل البيت سلام الله عليهم للذي يشعر باسم الحسين، وقاموا بتشجيع هذا الأمر. أجيب لك فد مثل مولاي كلك كل احنا عارفينه. إمامنا زين العابدين عليه السلام لما رجع من ها من السبي من الشام وين اجى للمدينة؟ يقدر يدخل إلى المدينة لو ما يقدر؟ يقدر مولانا، ولكن السوى أخذفت خطوة جبارة.
هاي الخطوة أراد أن يعلم الناس عليها. ماذا قال؟ يا ابن حذلم ادخل وانع الحسين. ادخل ماذا؟ وانع الحسين. دخل ابن حذلم سوى نعى الحسين بأبيات، وإلا الإمام باستطاعته أن يدخل، ولكن أراد أن يعلم الناس على أن الشعر والأقوال في حق الحسين لها عظمة. ومن هنا إمامنا الصادق ماذا قال؟ من كتب شعرا أو بيتا في جدي الحسين ضمنت له الجنة. عجيب، بيت مولانا واحد، إي مولانا بيت واحد، من كتب بيت، بيت واحد، بيت، لأنه هذا البيت عند الله. إحنا اليوم عندنا بيت مولانا، عند الله هذا شيء ثاني، عند الله شيء ثاني. تعال إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكو عندنا إمام من الأئمة ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر؟ مستحيل. ولكن لما تجي إلى زيارات أهل البيت تلقي هاي العبارة موجودة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت. سنجن أهل البيت يعني ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ لا مولاي، ولكن أرادوا أن يجعلوا الحسين وين مولانا؟ في الواجهة، أنه هو سيد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وإلا كل أهل البيت أمروا، إمامنا الصادق الباقر الجواد الرضا العسكري الهادي، كل أهل البيت أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولكن لما نجي إلى زيارة الحسين نشوف عن لسان الصادق ماذا يقول: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إذن ماذا؟ إذن أرادوا أن يجمعوا. من هنا أرد أجاوب على سؤال، هذا السؤال موجود في عقول الموالين ودائما فيه لوم، حتى يلومون مثلا الخطباء عنه. ما هو السؤال؟ السؤال دائما تقول الناس: لماذا لم، لماذا تذكرون الحسين مثلا 10 أيام ولا تذكرون الحسن إلا يوم واحد؟ أليس الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا؟ صحيح ولا؟ هذا السؤال دائما. ليش مولاي الحسن اذكروا في صفار يوم واحد والحسين على طول السنة؟ مولاي مو أني، الكون يريد هذا الشيء، أهل البيت يريدون هذا الشيء، الحسن عليه السلام يريد هذا الشيء، الإمام الحسن نفسه يريد ماذا؟ يريد هذا الشيء. وإلا كان الصادق أولى. نوجه السؤال لمن مولانا؟ ها؟ للصادق. نقول له: مولانا كانت ليش تصنع العزاء 10 أيام للحسين والإمام الحسن ما سوي له؟ أليس جدك الحسن؟ وحياتك تجد الجواب نفس الجواب. ماذا يقول له؟ ماذا، ما هو الجواب؟ يقول: أننا نركز على الحسين، لو كان الحسن حاضرا ركز ماذا؟ على الحسين. أرادوا أن يجعلوا الحسين هو القدوة، لأن عظمة كربلاء هي أعظم مصيبة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى، الله بمشيئته وبإرادته جعل قضية كربلاء باسم الحسين، ولا يقدر يجعلها وين؟ باسم الإمام الباقر. الباقر مولانا يعني الإمام الباقر مو أهلا إلها؟ لا مولانا أهلا، إمام وحجة الله وبعد ويبقر العلم بقرة. أكو شيء؟ الإمام الصادق إمام معصوم والحسين معصوم، ولكن الله شاءت الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية أن تكون قضية كربلاء باسم الحسين سلام الله عليه، حتى أنه قطع على أنه ذبح من القفا. كلها كانت الإرادة الإلهية أن يكون هكذا بالحسين. ليش؟ يقول: من أحبه الله ابتلاه. ولهذا من هنا نفهم حب رب العالمين للحسين، لما ابتلى بهذه البلايا. يعني مرة آني يبتليني الله سبحانه وتعالى بقضية، شو أقول؟ أقول الله يحبني. إيش قد نسبة هذا الابتلاء اللي الله ابتلاني به؟ 1%، يعني الله يحبني 1%. ولكن لما نجي إلى قضية كقضية الحسين، الله ابتلاه 100%،
ما خطرت على إمام ولا خطرت على ذهن نبي من الأنبياء. الله سبحانه وتعالى مو يحب الحسين مولانا، لا، بل يعشق الحسين. ومن هنا تشوف أن الحسين علم بحبه، علم بحب الله له، قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف. وإلا زينب سلام الله عليها، زينب شريكة الحسين، إذاعة الحسين، إن شاء الله هاي الكلمة مولانا إذاعة الحسين إن شاء الله ليلة من الليالي أفهمك بيها مولانا شنو معنى أن زينب إذاعة الحسين، شنو هاي الكلمة إذاعة الحسين، شنو المراد من إذاعة الحسين. شاء الله أن يراني قتيلا، إن شاء الله لنا بحث عن هذه الكلمة، شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا، نجيب هالكلام هذا كله شنو معنى المشيئة هنا. وإلا الحسين سلام الله عليه، زينب تدخل على زوجها عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر جالس في مجلس الحسين أعمى البصر سلام الله عليه، يقول مجرد أن جلست زينب، من هنا راح تعرف عظمة زينب، يقول لما جلست زينب بين يديه قال إني أشم رائحة زينب، يقول بكت سلام الله عليها، قالت نعم يا ابن العم أنا زينب، قال زينب يا نور عيني حدثيني عن الحسين، أنا ما سمعت أن الحسين انقتل، أن الحسين انقتل، عباس انقتل، أي ولكن شلون انقتل الحسين ما أدري. يقول زينب أنت أنين حتى أن عبد الله بن جعفر بكى بكاء شديدا، قال زينب ما لي أراك تأنين، قالت له يا ابن العم ماذا أقول لك، أقول لك أن الشمر جلس على صدر الحسين. شوف ايش قد كلمة عظيمة مولانا هاي، أقول لك أن الشمر جلس على صدر الحسين، أم أقول لك أن الشمر أخذ بلحية الحسين. الله، أم أقول لك أن حرمل رمى الحسين بسهم مثلث أسقطه من على ظهر جواده. يقول بكى عبد الله بكاء شديد، ثم قال لها زينب حدثيني عن قمر بن هاشم العباس، السوى أبو فاضل يقول لما ذكر العباس لطمت على وجهها، لأنه زينب والعباس عندهم فد علاقة عجيبة غريبة. يوم من الأيام زينب تجي إلى أبيها تقول له يا أبا، لأنه زينب مو بس أخت العباس، لا أمه، لأن هي ربته، تقول له أبا مالي كلما أقبل العباس بيديه دموعي لا تنزل على خدي، ليش؟ شو أنا أقبل العباس بصدره ما أبكي، أقبله بظهره ما أبكي، ولكن لما أقبله بإيديه أظل أبكي وحدي. أمير المؤمنين قال بنيه زينب قلبك هذا يتحمل؟ قالت نعم والله، قل لي يا أبا. قال بني كأني بهذا المولود يقطع يمينه وشماله وسهم في عينه اليمنى ويضرب بعمود من حديد على رأسه. يقول زينب جلست منذ تلك الساعة لطمت على وجهها ونادت وعباسا. الله، يقول سألها عبد الله قل لي عن العباس، قالت له يا ابن العم أنا ما شفت أبو فاضل إلا وقد وقع على رمضاء قربنا. الحسين راد يشيله، اسمع مولاي الكلمة من عندي، يقول راد يحمله إلى المخيم، قال أقسم عليك بأمك فاطمة ألا تحملني إلى المخيم. ليش إلى المخيم؟ قال له ليش؟ قال له السببين مولاي، السبب الأول أنا واعد السكينة بالماء أو أنا أستحي من سكينة أرجع من دون الماء، والسبب الثاني يقول له أنا ما أري زينب تراني من دون يمين وشمال، أنا طلع زينب وإيده على شاربي أقول يا زينب لا تخافين أبو فاضل وياك، الآن تريدني أروح للمخيم
من دون يمين وشمال. ولهذا الحسين ما خبر زينب، قال لها بأن العباس قد قتل، ما قدر. جاء إلى مخيم العباس، هدمها وجلس عند باب المخيم، يقول واضع يديه على ظهره ينادي: وعباسا الآن قد انكسر ظهري. الله يقول خرج الزينب نادت: أخي حسين ما الخبر؟ وين كفيلي؟ أين كفيلي؟ يقول الحسين بكى وقال: زينب زينب إن العباس قد سقط على نهر الفرات مقطوع اليمين والشمال والسهم في عينه اليمنى. زينب توجهت، فقدت عقلها زينب. الحسين ناداها: أخي إلى أين؟ اتقل انا رايح، انا رايح العباس جحده، والله اجحده وركب جفوف فوق زنده. الله. وبعد وقل عباس خويا عباس الحرم طاحت بشده. الله. يقول والله حميد بن مسلم، اسمع اسمع الكلمة، حميد بن مسلم يقول والله إن زينب أبكت القوم. ماذا فعلت؟ يقول رمت بنفسها على جثمان أبي الفضل، وضعت خدها على صدره، تقول نايم يا بعد خدك وممدود خويا وفوق الثرى وبقدرك الجود خويا، والله شدحي على صاحب عمود وعلى الرماك بسهم محدود، يا يا وعلى الرماك بسهم يا محدود. المصيبة هنا يا عزيزي. يقول زينب يوم الحيوم الحادي عشر، شايف انت اللي اخرجها مين من المدينة؟ من هو؟ العباس. واللي أركبها على الناقة العباس. يقول يوم الحادي عشر اجى واحد من اللعناء أراد أن يمسك زينب ويركبها على الناقة. إمامنا زين العابدين قال: وعباسا، قال: يا هذا لا تمسك عمتي زينب. يقول اجى الامام انحنى على الارض، قال: عم زينب اركب على ظهري ثم على الناقه. يقول ركب الزينب، التفت الامام، قال: عم زينب اذا مروا بنا على والد الحسين لا تبكي بصوت عالي، إن الأطفال ينظرون إليك. شوف المأساة. يقول زينب وضعت يدها على فمها حتى إذا طلع صوتها ها ما يطلع صوتها عالي، ولكن لما رأت الحسين نائما على صدري علمت بأن الحسين قد ذبح من القفا. تقل خويا خويا لا تقول ما عندك مروة، خويا لا تقول ضيعت الأخوة، خويا والله أنا رايحة يا حسين قوة وصوت الشمر. الله. بظهرة لوا. يقول زينب سكتت. ها سكينة يا خيرة النسواني، ماذا فعلت؟ رمت بنفسها من على الناقة على جسد الحسين. يقول احتضنته، وضعت خدها على منحره. يقول عمر بن سعد قال: نحوها فإن رفضت فاضربوها بالصوت. يقول نحوها رفضت، يقول ضربها بالصوت وجرها. اتقل ابويا برضاك لو رغما عليك، والله يجرني الشمر من بين دي، والله ابويا والله انا ادرب حميدك ما تخليك معذور يا الحزة وريدي. قلنا لله
وإنا إليه راجعون. إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا نقسم عليك بزينب يا الله، إلهي نقسم عليك بزينب يا الله. اللهم شافي مرضانا، إلهي واقضي حوائجنا، حوائج الدنيا والآخرة يا الله. اللهم لا تحرمنا من الحسين إلهنا ومولانا. اللهم سجلنا من الباقين والمتباكين والجالسين في مجالس الحسين. اللهم مؤسسي هذا المأتم الشريف ارحمهم وارحم أمواتهم واقض حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وشافي مرضاهم يا كريم يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.